فيلم ضرب الرهبة تم عرضه عام 1990، بيتم القبض على كمال مع عشيقته وعليا متلبسين بجريمة الزنا، وبيقبض على صديقتها ابتسام اللي بتتصادف ما بيتها معاها رغم براءتها، وبتسقط عن كمال التهمة لنفوذه، وبتتمكن ابتسام من الهرب وبتسافر إلى أسوان، بتقيم في فندق صغير بيملكه عادل، وبتتعرف على صديقه محمد وبتبوح له بمشكلتها، فيلجأ لكمال ليشهد ببراءتها. فيلم ضرب الرهبة كان بطولة وتمثيل فيلم ضرب الرهبة كان من إخراج علي عبد الخالق.